نظراً لدخول شهر رمضان المبارك بجو شديد الحرارة، فسيكون اللجوء والإقبال بشكل كبير ومكثف على المشروبات الباردة. فهل تعلمي شو هي الفوائد الصحية والغذائية لهي المشروبات؟ وشو اللي بيخليها ذات مذاق خاص جداً بهيدا الشهر؟ اتعرفي معنا اليوم على أهم الفوائد الصحية لأهم المشروبات الرمضانية واللي بتتواجد طوال العام لدى بائعي العصائر، بس بيصير إلها مذاق خاص جداً بشهر رمضان. فقمر الدين هو عبارة عن ثمار المشمش المجففة، وبيرجع سبب تجفيف المشمش لقصر موسمه. ومن المعروف إنه المشمش غني بالفيتامينات مثل فيتامين أ وب وجيم، وكمان فهو غني بالحديد. والمشمش المجفف بيحتوي على ضعف كمية فيتامين أ، أما الحديد الموجود بالمشمش الطازج فهو مفيد بحالات فقر الدم وتقوية البصر وزيادة مناعة الجسم، وبيمنح الجسم حيوية ونشاط. ومن أهم فوائده إنه بيعتبر مبرد ومنعش من العطش، وبيفيد بتنظيم عمل الأمعاء، وبيقوي شراب قمر الدين الأعصاب، وبيفتح الشهية، وبيقوي الخلايا النسيجية، وبيحمي من التجاعيد، وبيزيد من مناعة الجسم، وبيحمي القلب والأوعية الدموية من الأمراض نظراً لاحتوائه على فيتامين سي، كما بيحمي من أمراض السرطان نظراً لاحتوائه على البيتا كاروتين، وبيرطب وبينظف الأمعاء، وبيهدئ الأعصاب وبيزيل الأرق، وبينشط نمو الأطفال، وبيفيد المسنين والشباب، وهو مشروب منخفض السعرات الحرارية ومصدر جيد.